السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ورجعنا لكم فيديو جديد. خلونا ندخل بالموضوع السريع. جالاكسي واحدة من الشوكولاتات المعروفة عندنا في السعودية وكل دول الخليج، وعرفت معلومة انه اتصنعت اول ما في بريطانيا في عام 1960، تنباع في المملكة المتحدة والشرق الاوسط والدول المملكة المغربية والهند وباكستان، وما ننسى اغلب دول شمال افريقيا. تلت الشوكولاتة هذه المركز الثاني كافضل شوكولاتة مبيعا في بريطانيا. وعندهم انواع كثيرة من الشوكولاتة، مثلا شوكولاتة بيضاء، شوكولاتة بالحليب، شوكولاتة سوداء، شوكولاتة بالكامل، شوكولاتة قرمشة، وفي انواع كثيرة سمعت عنها. منها اللي عندنا جالاكسي جواهر اللي نشوفه دايما في العزايم والمناسبات، وبالاخص عزايم العيد. كمان زمان افتكرت انه كان ينباع الحليب نكهة الشوكولاتة والكامل، لكن بدأت من 2010 واختفت في 2013، فالان رجعت. فخلونا نجربه. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة تفيد زر التنبيه يصبحكم كل جديد. خلونا نبدأ. قسم المشروبات حاليا وندور على حليب جالاكسي. اوكي، ميلكي واي هنا. اوكي، اخيرا حصلته هنا. هذا هو النوعية اللي كنت ابغاه، حليب الجالاكسي. قبل ما نبدا التجربة خلونا نفتح سوا انبوكسنج لواحدة من عطوراتي اللي كنت بشتريها واخيرا اشتريتها. اريكم ميب. بسم الله، بس معلش هذا فداك. اوكي، هذا هو العطر يا جماعة. اسم العطر هذا لاكوست L1212 رودي لاكوست. بس كنت بشتري باللون الابيض او بلون تاني غير، بس للاسف ما لقيته غير الاسود. فخلونا نفتحه سوا. بسم الله. اوه ما شاء الله، صحيح انها اصلية، بس هذا شوفوا الفخامة يا جماعة، شوفوا الفخامة، ما شاء الله تبارك الله. نشوف ما ريحة. اوكي، ريحته حلوة ما شاء الله تبارك الله. صحيح، في بالنسبة لل المكان اللي اشتريت فيه العطر اللي هو من عطورات الجزيرة، موجود في النور مول الدور الثاني، يعني بات سيتي ماكس او ماكس حاليا. ف خلونا نروح للتجربة. اوكي، زي ما انتم شايفين هذا هو الغالي، رجع الحبيب الغالي اللي هو حليب جالاكسي. اتأكدت زمان اللي هو من فترة من الفترات من عام 2010 الى 2013، يعني صار له 4 سنوات. هو اصلا حليب جالاكسي ينباع بريالين، يمكن ينباع بريالين، والان رجع بقوة. بس نشوف الصناعة من فين. صنع من بريطانيا، بس سعره 12 ريال يا جماعة، 12 ريال يا جماعة. فخلونا نفتحه. اوكي، نجيبنا كاسة. بسم الله. اوكي، هذا جايب بمصاص جاي. ما حسيت ان هذا عبوة رياضية هذه. اوكي، قصدي من فوق. اوكي،
نيو. اوكي خلونا نفك. اوكي خلص بس معلش عادي خطوه كويس. اوكي خلصنا من الخطخطة، خلونا نصب الكاسة. اوكي زي ما انت شايفين حليب شوكولاتة لونه انا بني فاتح. خلونا نجربه. بسم الله. طعم الجالكسي حليب بس عادي. خلونا نجرب هذا. بسم الله. وابقي طعمه جالكسي حليب الجالكسي. اوكي اصلا رجع الحبيب الغالي زمان عنه، فاعطي تقييم النهائي 20 من 20. صراحة زمان عن حليب جالكسي بس رجع مرة ثانية. ف تقبل الساعة اللي الساعة اللي حد الساعة مبارك فيه راح تقبله. ف تستحق التجربة حليب الجالكسي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات، وكل جديد كان معكم علاء في الإنبان، ومع السلامة.